نقول يلا الغيث يا ربي، خبز مقرقط بحبي، يلا الغيث يا دايم، وبالزريع انا النايم، بالزريع ابو فلان خلوا له الكرم دايم. يقول لك ايلول ذيل ومبلول، بعض حين تشتي الدنيا ابوه وبعض حين ما تشتي، اجرد يقولوا له شهر 11 نقول له حنا قبل اجرد، تجرد كله من دون اشتاء. المربعانيه يا ولادي تاخذ 5 من جريدان، احنا نقولوا شهر جريدان اللي قبل المربعانيه، و30 من المربعانيه، و5 ايام من الشهر اللي ورا المربعانيه شباط. اول ما يجي ناس احدى الذابح 12 يوم ونص، بعدين يجينا سحد ابلع تشت الدنيا وتبلع هالارض، وبعدين يجينا سحد السعود 12 يوم ونص، وبعدين يجينا سحد الخبايا. كلمة الخبايا هذه يطلع كل شيء متخبي بالارض، الحية تطلع على كل شيء متخبي بالارض، يعني لحد النمله تفتح وتطلع. ويكثر خير يطلع عشب يطلع حمض يطلع نحلب ومنه وراء شباط، نقول له هذا سبحان الله بخيره، لو انه لو شبط لو لبط خير معه. احنا قبل كنا نرحل اول نشتي ببلاد الدفا من تقول بالمناطق هذه، بعدين نروح نشحي الحلال، نروح على بلاد الربيع، وين مكان ربيع نروح، ما في بلاد معينه لنا. والله ابويا قال لي يا يما جاتنا اسمه دماله، ثلجه اسمه دماله، دماله الغنم. قبل ما في مثل ايش على التلفزيون بحر قديش الطقس، الطقس حنا نعرفه، وزلم قبل يحطون الملح على الصفات على عدد التشهر، ويحطونه ينجمونه بنجو، الصبح يبحرون له، اللي سايل معناته الشهر هذا وده تشتيبه. كنا ببيوت شعر لما ننزل الثلج من فوق البيت يصير من مغرب البيت علي البيت ومن شرق البيت علي البيت، يعني يدمنا الثلج دمل. جت ثلجة سموا أم السناسل، أم السناسل شلون عامل السنسلة يعني على من شباك الدار هالساعة. أنا سنت ما جيت مسميني غدفة، غدفة عليش إن السنة غدفة. يقول لك فلان وش اسمه وشلون السنة كم هالسنة، يقول والله غدفة. عزك يا عزيز يوم انه يضرب على البرق والراعد وراه، حتى قبل الثلج تاريخنا البدو.